وقال لهم ان يكونوا يمكن ان يكونوا يمكن أحمد محمد يمكن ان الرحمن الرحيم مدن يالي يمروين شرف وين بيت هاي إن كسو قيب قلون مناسبة بلارن أي سوي مدن مكينة دي يمودكي شرد السومالة دي كل قان عرق انجريسك اللباتك وحان شعينا هل كان رقم هل عليو هل دور كي هاو شوين كالي قبن قابضة كل كان قيمة بدن سيدو خلاء وحن سوى نقوم هذا علينا يا مرتي شرف تكلا سيرة ديران هيلو كي كل قعل كلا نقول شو دوي يي مدرسة يجود هم با كي يجي إنجليزك وحوبارا إن قرب شوك سومالن أتكم تكتهين أكو كلا في رسيهين قرر أدونك إن كل يهين كارن مقله تبا جلنت قرن ماذا يكبع دقالها ستلقى أنا قوة فرصة دكفة إلي سنة وحان شعلا هل كان هم بليا إيا هوادا أغو مريو لما نقر بچوك سومالا تذالك يدور كإكاسو قيب قاتان أتكاين تنبت قليرا يردبودس كدلقى سيقارا وحان أبو قادين إيا شالي دا كنو اليوك جوديكي أي كبحيان إن قرياشة ديغانكا مغاليك شفيل تاور هاملت يا كادف سيبو حلوة قوصدان ماذا حبنان يقوني ستاك جمهوريه السومال الله وحانكو قوابين يا جهاليه السومال يكونوا الدلالك الدبادة إنا يقولتي قديش اسكاكدقان إسلامر كانت شوكتايان تذالك اعتراف لدونك دينا عكلا وحان مرة ما أنا ليلاوي كرين ومودان إنا هلكن وقام هادنا وقام aan oo mudan in halkan uga mahad celiyo taageerayaashii faraha badnaa ee isugu jira qurbajoog iyo qoqoljoog kuwaas oo muddo dheer habeen iyo maalin ku ilaaha reer joogay hiiliyaho isla markaana igala soo qayb qaatay si hagar la'aana halkankii dib u xoreynta dalka halkankii dib u dhiska dalka iyo halkankii isbeddel doonka siyaasadeed ee aan 8 sano u xusul duubnaa وحن الدعانية انتي دمتي وحن يبقى غبرية تنبداف يلون حرثي شنك ورابيو تاقر ياشي عدكر يعدودو دايه بيي وحن سيد اغفران مرها دي اي رمو دي ريادي يرشدي لغالها
هل كيس بدل دونكا أنا كره في قني مركلا وحن سمرسيس وآه إن أنا ما تسيفين أذكرنا أنا هيفين وحلايا هل يدي مدى الدالياش أها إب قلدي هي ملوك حزب كل مية أينو هاد با أكبد أكو قلي وهير قلان عادنا مسارة أو إن على اليدي اليدي سيلو عبي سيرا دراتيد قرن كان لغو حكو قريستي لما انتهينا وين حكو قريستني مدن يلي مروين كنت كيس نظر إن صور دافي وحانيت كأي هيرك تهي هول قرن ومضي دولي دهي سوال دو حكو مامادا رغن مدو وانت ريرك آغا كسو هردي مدار دير وحنو سو دلقاتي طرفا لك اوكلا ددوان سان دلكيك او غارسيو عز عز يعترا شرف حاشا باردون اوغما هي اوغما جيرين خيلي خولو بل سهمك و هو اها مد حكمت ديس انت كبدن كا غوندرتاي تور اديان كا دبايشدي دولتي محمد سياد بري aan kamid ka ahaa wasiirradi ugu awooda badnaa kadib markii aan ka ka damqaday dulmiga cadka ee dadkayga la ogeystay waxaan ka doorbiday darajadii aan haystay ee qeyrkay dugsanayeen in duurka aan ka xulo oo la dagaalamo nidaamkii ku dhisnaa tacaddi iyo kala talasnimada waxaan dadkayga adeegay muddadan isqarniga ahayd meel aan joogo iyo masab aanan haysan ama san hayaba sidaad nimale imriga habeen indigeena ma hagrin inaan ka hormariyo dantayda gaarka ah danta guud ee qaranka hore ayaa loo yidhi imri tagay ceeb laguma sakootiyo haddaba maanta waraa madaxweyne muddexileedkiisi waqti yar ka haray dhitiya dhaxal xun midna laga filmaayo sida dartar waxaan doorbiday inaan xukunka uga dego si cis iyo sharaf leh waxaan doorbiday inaan ka tanaasulo inaan mar labaad u tartamo mansabka madaxweynenimo taasoo aan u aaminsanahay إن أسيس هالا أكوهل لها وحان دور بداي إن الفرصة سيئو فوراتك يفلك كلا إهوغانك تلك أفيدا ما همركي أقوه ريسي إحيلان هيا ركات كيسي أنك قطقو أما أنك تناسلو فقاري يرتوز قواتي شروينيه بللي قواد لي أورك أسنم waxaan ka tanaasulay mushtarax nimadii jagadii aan hayay ee guddoomiyenimada taasoo aan durduro ku heli lahaa tala wadaaga tudhaalaha tanaasulka iyo taariikh jacaylka waxaan u aqaanaa tilmaamaha iyo tabaha lagu toydo hoggaamiyaha toosan haddii ragga qaar dugay iyo nacasnimo haysto amriga iyo dulqaadka waxaan aqaanaa saxayda siyaasiga suuban waxaan kula talinayaa ragga damcahayo ee doonayay madaxnimo doonka ah inay iska ilaaliyaan simbiriirxooyinka siyaasaddu leedahay waxaan kula talinayaa inay ka hormariyaan wax kasta danta guud inay waxaan ku talinayaa inay ka hormariyaan wax kasta danta guud ee dalka iyo dadka waxaan leeyahay waa ragow waa la doogayaa la dacroon waxaan leeyahay waa ragow lafaha gura xaragadana ka tagina
شروعنا مرتين واحد دارنتها ترتك الدم بكشرته أوان لترتما هسي يشي وحواجبة إن لدوره أصلك هي أشح ترتنك مرلا بعد وحالوك بهاي هاي مشرعين تأيي مدحل حزبية قرنك إني موشيان بسيل سياسة قبل قبو قبيالد يكال قايدين بكشو مدن يمروي مدد لحل سنة هاي ينقر كانوا قامني وعسياسة حكومة أضب دحاد يبرت المعمل وها أرمى هوسك حسن كو بحين تدامك حسلا ين كلاوريغي حكومة دي هرقوة سوى قالي العقد اللبية اللواتن مليون دولار مليون دولار لبا أتكاين تمد نمادية ولا شركة ومبدة صدح أتكاين تنبت قليل هي أمنك قرنك أفر اسمها إذا ماذا قرنك شان تردر قريتا سياسة الدبدة حوشين تحريرك ولا شقينتا تلقى أي صاحب كان هاي هي ودمت الدرس كا لري قريتا وحسو صارك حولها نور القناعسك هي إلى ليت الدقانك تضبط كورنتا تخرج الدولة هي كبعة دقالها دلك سديد لدقالك مسوق ماسق هي ما بالحمدة سقال كرو قاردة أرجل بالشدة هي كابياشة دقالة ودوي سيدة ودوي كبدارده تكدها وبرشدة عافمات كبيها يوحي لمدة طبعا لرجلين تمال قشقة شيء سلا أبو رشقوي يدنق عسي وسبب نقول كرا صاحب السياسة قوية طبعا أبو رشد صندوق هرمرت سوالان ديفلوبمنت فان قوية طبعا ديارة قشقرا ناشنال بلان كاس أو كوبية باهي هرمرك قبل قبلات الدلكة سلوق لوق قيبي مشاريع يمال جلنتا قاب حق صورة صدح يتوان إلى لنت حقوق ذي حريات كمواطنين تا أفر يتوان إلى لنت شروع ذي الدستور كدلكة شان يتوان تبهابين تا يدريال كعدالة ده سوى فصل مرحبنا ذا قر صورك لح يتوان تيين تا يدريال كإذا مضى يشقالها الدولة ده تضوي يتوان كمل إلى لنت وهذا لنح مر الصومال هذه الصوماليا سدال يتوان نبضين تا إمام الكفرين تا قبل هذا بري الدلكة سؤال يتوان جوجي تلعتي كيمبرت يو استعمال كشرين كسومالان تلك أوردن لواتن بلارنتا بيها عاصمتا مدن يلي يمروي وحا هبالا إن حكومة دانقر ودان كاهي أي حقيت سيقولا ووين ولا تابكرو كواس ودالك أور سيدي ورمر بلارن إيا اسمد اللحادل وحا هبالا إن الميل مريني إن كبادن إن بادن أو كمدا قدر بدأ أسوأ شيء عندي كواسو ها يول كأنه هيكسنني أمدهان أنه هيكسنني أمدهان جودهان وحقبت كي حكومة الحزب ككل مية مددي أن حلك هاي وحسفة فاهن أقوه رمي عوني مسؤولين هذا الكيجه الرئي هسي يا شو حنش على إن تانتوس يصور كوبن إلى كسيو فرق إسبدلك والحياة لحدي السنة ما لها البولها أوها نرش بوضنيتا كرر كميسانة الدولة الدحال وحقسنا الدولة كسو أوروريني تخليه دي لبتشري وحنو لبدأ على نمس باسقي إمام الحمدي تاسي واحد سو تجلس إنه سي حول له وكرنا دخل قدلك وقت ير سنة كي لبكون يتوكي وحلو رجع ميسرة دن صدح بقول يتوان بليون وسمال شيلينغا تاسي ود قطع قوي لاتن مليون أو دولار ميسرة دن لو رجع وح كير تاي بقول كي بتوان العقد ما أنت كوب حدا إذا ماذا قرنك أو كليه أوردن صدح بقول يو لحدا يو كنت شن يو لحدا كن صدح بقول يشن يو لحدا بليون أو سومالا شيلغا أوردن تا كوب يو لحدا بليون أو دولار
ميسانة اللبكون هي تربتي وحيدانتها هل تريليون لما بقول يستد يطمن بليون وسومال شيلغا تاسو دغتا لما بقول يستد مليون دولار مرحلة سبر بردغو وحي كورونا بقول كيما لما بقول لبي سجاشن هي كورونا هرمريت وحبرشادة وحن حوق ساري تييتي كورقانست وحبرشادة تلك وحن لاغلعاكا دقني وحبرشادة دوكسيادة دولة دوسية يدحى سأردير دايرتي وحو برانكرا لما كوني يتوانكي دوكسيادة دولة دوسية يدحى تلك وحي هاي تضباب بقول إيا لمية اللحدن دوكسي وحن كوكورني مدادي لحسنة أفر بقول إيا لبا دوكسي halkay 49kii sano ee hore tirada dugsiyada ahaayeen tirada kor ku xisan tirada maanta waa 1046 dugsi waxaana kordhay 100kiiba waxa kordhay 100kiiba 103 sidoo kale tirada dugsiyada sare waxay ahaayeen 86 dugsi sare oo la dhisay 1906kii ilaa 12kii ilaa 2010kii halka aan maanta gaarsiinay tiradooda 120 dugsi sare taasoo farqi kordhay 100kiiba 40 dhinaca kale tirada macallimiinta iyo shaqaalaha waxbarashada aanu la wareegnay 2010kii waxay ahaayeen 2707 qof kuwaasoo la shaqaaleysiiyey 16kii sane u dambeeyay muddadii 77kii bilood ee la soo dhaafay waxaanu ku dhinnay 3668 macallin tirada shaqaalaha macallimiinta ee sanadkan 2017 waa 3357 waxaanu ku dhinnay muddada 136% dhinaca kale waxaanu si weyn u kordhinnay miisaanada waxbarashada muhiimadda ay leedahay darteed taasoo gaarsiinay sanadkii 2016kii 87 bilyan iyo 700 milyan oo Soomaaliyeed shilinka taasoo u dhiganta 14,618,000 dollar halka aanu kula wareegnay miisaanada 2010kii ee waxbarashada 14,608,000 oo Soomaaliyeed shilinka taasoo u dhiganta 2,483,000 dollar faraqa kordhinta miisaanadu waa 499% biyaha waa asaaska nolosha sidaa darateed waxaanu qorshe weyn u sameynay qaadaan u raadinay in ceelal biyood oo badan laga qodo degaamada oo manaha ah taasoo aanu idan eebbe wax badan kaga guulaysanay waxaanu la wareegnay 6 ceel oo dhaadheer oo dalka ka jiray kuwaasoo la qoday 1906kii muddadii 6 sano ahayd waxaanu ku guulaysanay qodista 112 ceel oo dhaadheer markaa isbarbardhignana kor wuxuu noqonayaa 87% dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ee kala dambeeyey waxaa magaalooyinka iyo tuulooyinka ka hirgeliyeen biyogelin 73 halka aanu muddada ka hirgelinay 1,081 biyogelinood iyo 20 balle farqa kororkuna waxa weeye 100% mashruuca biyo ballaarinta caasimadda caasimadda dalka ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo lagu qiyaaso 1,200,000 oo qof waxaa ka jirta biyo yari xoog leh xukuumadda xisbiga kulmiye iyadoo ka duulaysa baahiyaha weyn si culusna looga hawlgalay in magaalo madaxda dalka loo helo biyo ku filan oo qabtiri kara maanta caasimadda waxaa soo gaadha 9,000 oo mitir oo cubic mitir
أفريا لباتك ساعة دوت با وحنا لوجو ترجعلي إن الوارابيا وقل لي سدات تكون وقف وشان أنا وحل وسمي شن يسد السنة أو كهر مشروع كوباد وآه بي السوسار والدمر إيو ذو وحي إنه قد يقين شان يتوان مليون يورو صندوق SDF Somalian Development Fund وحال لقبحيي طبعاً دبع هي شان مليون أو دولار وحلو قرشي مشروع عن إنه سو سارة صدح يصد كونه متر كوبيك بيئة وحلو قتلق على إنه ورميان هال مليون يلما بقول أو كون أوقف مشروع عن كله وقبوه الرابط تسنة تكلمية طواني لما كون يتودوية طوانكا بانكا هرمارتا وقابل صدقك تشهر مشروع على بعد أبي قايمته باك هرمارتا قابل صدقك تشرملكو وحين أقود يقي صدح يلا واتان دبع شان مليون أو يورو بياس واحد سيجارة ومشي سيئه دقمويك أحمد نجح محمود هيبقى عن لباح جوني يكودبور شركة كوكاكولا وحكود يقضي شان مليون أو دولار تاسوا لوغو تلقلين بيها لوغو غارسي جميلا خارشكا مشروع السيجاري وادو بانك أدونكو وحكود يقضي لح مليون أو دولار ولوغو تلقلين بيا قيبين بيا قيبين عصب خارشكا مشروع عني بيا بلانت عاصمدو وحكوك عيا خارش دان أفر بقول أفر يلحن مليون لح بقول يتدواء يلحن كن يأفر بقول أو دولار أنا قو كوه اللي يمقع عيقا يكقرك سومالا دنتها وحنش علينا أمها العليو عيد كستوء تاقيرا يقعاني نقسيسي ودوينك قابياش دقالة أي كمت كيه ودوينك مدارة تكرا يوحي لمدا وحا وتيرركا ودب لحات كوا أهر ومرك ودنك حكومة دن وحي حوق سارتي إني ما الجلل عالمي الله له مرسل عالمي قاعد دكاد بربرا وحنو دوان هشيس ما القش اللقلي شركة دي بي ويل تاسو هذا اللقو قد شيرو فلوت هشيس كان قارك أغوف فرديا فإليه واوين sidoo kale waxaanu dhisnay labada madaara caalamiga ee Hargeysa iyo Berbera garoonka caasimadda Ciqaal wuxuu noqday mid caalami ah oo qaybiya dowladbaadyada gobolka Geeska Afrika dhinaca kale waxaanu ku dhiirannay dhismaha wadada Ciragaabo oo dhererkeedu dhan yahay 284 kilometer rag waaweyn oo siyaasiina ayaa markii aan dhagax dhigayay وأركيي أما كنت المام بيتلاوة رياء يدالتين تلك اللغوين دا تلك اللغوين دا سلعادنا ما أنت وحاق ما يستيران ودامر كيلا دقي سغاشة كيلومتر وحاق لو عركا ولا دقي وقال يكونتو كيلومتر وحاق لي أن وحبال لك قبن أفريا فلت كيلومتر وحن لا هي وحي ركوك ربنا أقبل وربنا مركا لقد تقوم هذا برعاء إلى عرقاو وحن الله سعين كرا لبي يتواسع عدود نسيب ونك ما حنت وحن الله سعودا شاسع عدود القرى إيب ومهدى مدلي ودا حسي لبا كون يو توانكا إلا لبا توانكا إلا حي توانكا وحانو مال قلين وحانو مال مغالوينكا دحل ودا كفريني بقول يو صدحي تدوية صدن كيلومتر أو لاميا سيدوكرا ودوينكا لاميا سكوحيدا مغالوينكا أنا أفريني وحديه لبا بقول يو كوبي إلا حدا كيلومتر أنا كوشيرين سغاشا كيلومتر أو ودا عرقابايا ودايكا وحا ugu muhiimsan wadada u dhaxaysa Berbera Hargeysa taasoo dhaqso u dhamaan doonta la kabkii labaad ee laamiga ahaa
ee la saaray jidkii hore wadooyinka waxa kale oo kamid ah wadada isku xidha kala bayr iyo boorame mashaariicdani waxay kamid yihiin kamid noqon doonaan waxqabadka lagu xusuusan doono xukuumadda xisbiga kulmiye ee madaxda aan ka ahay waxaan aasaasihii iyo odagii guud ee xisbiga kulmiye waxaan jecel in xisbigaygu ku guulaysto tartanka doorashada iyo talada dalka marka labaad su-aalka uga sii anba qaado waxqabadka iyo horumarka aan seeska u dhigay sidaa darteed waxaan dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu baaqayaa inay si buuxda isu garab taagaan murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga kulmiye mudane muuse bixi cabdi waxaan u arkaa inuu yahay hoggaamiyihii ku munaasibka ahaa inuu sii wado hamigaygii siyaasadeed iyo himilooyinka xisbiga kulmiye dhinaca kale waxaan ay rugcaddaa ay u kala soocan tahay xilka guud ee qarankan u hayo iyo taageerada uu xisbigaygu siinayo sidaa daraaddeed waxaan u caddaynayaa murashaxiinta kale in hay-adda iyo hantida uu qarankani wada leeyahay marna loogu adeegsan doonin ololaha doorashooyinka xisbiga kulmiye mar labaad waxaan u caddaynayaa in dalka ay ka dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah taasoo cid walba ay dalkeenna calafkeeda ka qaadi doonto si cadaalad ah soomaaliland iyo soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxay soo dhoweynaysaa dadaalka ay ugu jirto beesha caalamku sidii nabadgelyo lagu soo dabaali lahaa dalka soomaaliya isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo ahnata xilka iyo mas-uuliyadda saaran waxaan dunida u caddaynaynaa in soomaaliya tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay nidaamka federaalka dowladda soomaaliya ee looga taliya magaalada muqdisho waxaan u caddaynaynaa beesha caalamka in aanay matelin jumhuuriyadda soomaaliland shakhsiyaadka muqdisho laga cugtay tallaabadan waa mid caqabad ku keeni karta ambaqaadka wadahadallada labada dal sidoo kale waa mid horseedi karta mantaqadan geeska afrika colaad iyo xasilooni darro waxaan ugu baaqayaa bulshada caalamka inay garwaaqsadaan isla markaana ixtiraamaan rabitaanka shacbiga soomaaliland iyo xaqa sharci ay u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan waxaan si weyn uga digayaa cawaaq xumida ka dhalan karta in la duudsiyo xaqa aya ka tashiga dadkayga iyo dalkayga qaranimada iyo madaxbannaanida soomaaliland waxay dan u tahay nabadgelyada degenaanshaha geedisocodka dimuqraadiyadda ganacsiga iyo horumarka geeska afrika iyo caalamka intaba arrimaha doorashada soomaaliya waxay ku soo caana maashay nabadgelyo iyo hoggaan ku yimaada nidaam doorasho xora caado la goyo cadhaal ay leedahay sidaa darteed waxay ka go'aan in doorashada madaxtooyadu ku dhacdo xilligeedii hirgelinta doorashadu waa mas-uuliyad qaran oo aan oday u ahay balse xilkeeda ay wadaagaan dhinacyo kala duwan waxaan caddaynayaa in xukuumadda ay ka gudan doonto xilkaa iyo waajibaadka kala duwan la gudboon qabsoomidda doorashada waxaan ugu baaqayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka xisbiyada qaranka inay wada shaqeeyaan si isku dubni ah mas-uuliyadda dhinacoodana uga soo baxaan sidii loogu talagalay ugu dambeyn waxaan shacbi weynaha soomaaliyeed ugu baaqayaa gudaha iyo dibadda meel kastay joogaan inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qaranimada iyo qadiyadooda inay rabitaankooda ku muujiyaan cod dheer iyo cod midaysan inay adkeeyaan midnimo iyo wadajirka dhexdooda isla markaana la isugu dulqaato kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadeed ee jira wabillaahi towfiiq aad iyo aad baa u mahadsantahay